مناسبات بلادن لو سو اغا سيمي او لغو حسايو دلشاد النبي جين دي سوبانا نحريسي النبت قليو كوركي ساها هات ايا كرد عدي هول كوين اي هوتيل ما سوري مغالا دهر جيسا مناسبات دانا ياو حكا سو قايب غلاي مدحوين اكو حيجانكي هوري اي سومالي لان احمد يوسف ياسين حلبان نو علماء الدين ابوان نو يا مرتي شرف ترابضان وغو هوري وحال كاسكا هادلا شيخ عبد الرحمن شيخ باراح وكو هادلي افقا وسارد الدين تيا وقافت سومالي لان هذا الذي سينا وحكا مدها مرسك الكريم كان إلى أي فسوة تجيئي أكبر من يكونك بلوغي سيئا لما تكونك وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أي كنت المعمتين وخلق الأبوت أخي كما قال تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين إلى أي كنت المعمتين وإلى أي كنت أخي خلقك يلا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بشر من آدم أول بدء عنه من آدم لماذا كبع سنين أو بشر وياي وحيسكنا هالكاسة كهذا الشخص بعيل محمود وكور رماي قيمها إلا ضحي إلا وين هي ما نتا وحيد إلى كاسي كي أول دربت كجرة دربت هو يدي دربت وحلينا ها وحا عروت الله نيقى يا سالة كي أول دربت كجرة أيوة عروتي والله كفرنا وضيك وحي لله إلهك ملنجل إليا وقوم لي بيك إلهيك عملا حتى أراه بارق البضيان إلى أن أرقوه إسنعوه نبوي يوم ذكر النهضة أيا إلهي بليا إلو سنعوه إلهي بليا أعينه من شر ذي شنعان وحي علي حماقة ولمات يا إلهي كم بين يا ولو خبر يا من حاسد مضرب العمال حاسدينك استلام رئيسا ايه ورشيسا يا ولاكيسا كحل إلهي كم بين يا إلهي خبر يا فهو سيد داري لحزن أيها الذين حيصي isaguna geestiisa waxa goobta hadalka lagu soo dhaweeyay xildhibaan axmed yaasiin sheekh cali ayaanle oo ka sheekeyay qiimaha ay leedahay xuska dhalashada nabigeenii suubana naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee waxay isugu nimidnay xuska dhalashada rasuulkeenii maxamed sallallahu alayhi wasallam waxay inoo tahay ciid bay inoo tahay farxad bay inoo tahay وحاها قصوة جوالي من النبي محمد صلى الله عليه وسلم صليا ذكريا أمانا سيراء لك الشيكين اللي قصوين في كدعي المجسال إيسي يا أخلاق إيسي انت صوتنا بغوة انت قصوة أورطي كتاب الله القرآن الكريم كان يصنع مبهرتها النبي محمد صلى الله عليه وسلم مركب والله يا مركب مساجد يعني تجينا صلاة نجمع على الله تاجي آمين تام الصلاة طولنا يا آمين تام علي من المورها علي آمين تام ملائكة يا آمين تام مأمومين تام ذكر إمام بكرة بكرة يا آمين تام إمامك هذا إسوا فقان إلى هاي الصلاة نوبة برادة كودا asibadan ayaa intii ay socotay waxa halkaas lagu soo bandhigay filim muujinaya sida caalamka islaamka looga xuso maalintan iyadoo goobta ay ka dhacaysay munaasabadanina laga qaaday gabayo yaana shiid ka hadlaya xuska dhalashada nabigeena suubana naxariis iyo nabadgelyo korkiisa haatan jawigi guud ee goobta ay ka dhacaysay xuska dhalashada nabigeena suubana naxariis iyo nabadgelyo korkiisa haatee waxa uu ahaa sida tan
محمد عمر دارق تلفيشك عالمي جاي ستار مقالة هرجيسا.